السلام عليكم كيف دايرين لاباس عليكم نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وملاقتكم خير ان شاء الله حبيكم الجديد وفيديو جديد ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبات ديال صيام المتقطع ديال هذا النهار وغادي يكونوا فيه جوج ديال الوصفات نتمنى يا ربي يعجبكم وتبقوهم بالنسبه لاول حاجه غادي نبدا بها في هذا النهار هو القهوه بديت شربت قهوه ديال لا ماشين في الصراحه وهذه قهوه مبزره ملي كيكون داك الشتاء والريح والبرد ودابا هاد الثلج هاد الجو عطاني اونفي انني ندير قهوه بالزره درت غير قهوه عاديه درت شويه ديال القرفه شويه ديال السكينجبي درت واحد ثلاثه ديال الحبيبات ديال الهيل كنحلهم باش كيعطيو المذاق ديالهم هاد القهوه بالزره كتعجبني بزاف ملي كيكون البرد والشتاء اما كناخذها بحال هكا في الصباح قبل يعني ما كان ناخذ الوجبه ديالي اولا كناخذها حتى في العشيه صراحه وهذا الجو ديال شي قهوه بالزره فوق المجمر ولكن الله غالب ما عندناش المجمر نقضيو باللي كاين آه كتجي صراحه زوينه قولوا لي نتوما في التعليق شكون اللي كتعجبها القهوه بالزره بحال هذا الشكل هذا المهم آه اول حاجه خديتها هي القهوه ديالي الماء خديت الماء والحامض هذا الصباح وخديت القهوه ديال لا ماشين وهذه كانت القهوه الثانيه المبزره وهذه تبقى بحال هكا محدايا فوق البطن وانا كناخذ المهم دوز معكم الوجبه اولا الوصفه اللي قلت لكم راهي مكسره تيك توك يديروها بزاف ديال الطرق ماشي الطرق بزاف ديال المكونات ولادي قالوا لي ماما ضروري ديريها لنا انا عندي هذا الخبز التركي عندي آه شلاضه عندي الفخوماج مطيشه وهذاك آه ابيض دجاج قلت ماذا انني غادي ندير ندير لولادي حتى انا غادي ندير معاهم هذا الخبز التركي آه كيتباع يعني في كارفور انا خديته من كارفور تقدروا ديروه صايبته يعني راه عندي في القناه ولكن منين اختكم كتعجز هذا عندي آه م... ساهل كيجيني ساهل حتى في الدراري سوندويتشات هكا مع 12 ملي كي كيدخلوا ولا كنديروا لهم كيجيني ساهل وهذا يعني صراحه ما فيش سعرات حراريه بزاف الا ما كثرناش منه وماشي يوميا بطبيعه الحال المهم هاد آه الساندويتش اللي مكسر تيك توك كما قلت لكم كتقسموا هذيك الدائره ولا الخبز آه ماشي في النص كامل غير ربع ديالو كتقسموه وكديروا كل جهه كل ربع كديروا فيه حاجه بحال مثلا هنايا غادي نقرب لكم وغادي تشوفوا معايا جهه درت فيها هاد ابيض دجاج تقدروا ديروا فيها حتى الدجاج مقطع طريفات ويكون مشحر ومشرمل وهذا ولكن هذه انا ديال الزربه حيت غادي ندير لهم عشاء مزيان قلت غادي نقضي بداكشي اللي كاين في الغدا غير انا وليداتي راجلي ما غاديش ياكل آه معنا هاد الوجبه هادي آه فوالا دونك غير حنا بثلاثه بينا انا كيما شفتو درت الجهه اللي فيها الشلاضه المهم قلبت كتقلبوا بحال هاد الشكل هذا راه كلشي باين في في الصوره اللي عندها هذيك لا ماشين ديال آه تاكوس ولا ديال تاكوس ديروا فيها انا في الصراحه ما عنديش كانت عندي وحده صغيره وحيدتها لانها كانت صغيره بزاف ما كانت جاياني يعني قلت حتى ناخذ شي وحده كبيره وباقي ما خديتهاش خصني خصني ناخذها في الصراحه كتنفع المهم درتهم في الكريبان اللي ما عندهاش يعني ديك لا تاكوس راه تقدر ديرها في الكريبان بحال اللي درت انا كما شفتوا هاني وريت لكم غير ربع يعني غير جهه واحده كتحطوا هنايا هاد الطريف ديال الجونبون ولا كيديروا حتى بحشوات مالحين شفت انا كيديروا بحشوات مالحين ولكن انا هنا غادي ندير بحال هاد الشكل هذا كما شفتوا آه ولا جونبون ولا المهم كل واحد شنو كيسمي ابيض دجاج درت آه وريقه ديال الخس مطيشه سوريز طوماط سوريز ودرت واحد الطريف ديال الجبن ولا طريف ديال الفرماج صراحه كيشبع يعني انا بالنسبه ليا كيشبع الفرماج كل واحد وشنو كيعجبو في الدار هذا ديال لا آه الادم لينا كتعجبها كودا المهم كل واحد وشنو دار حتى انا درت ديال لا لا درت انا لي مونطال صافي في الجريبة ومن بعد كيخرج بحال هاد الشكل هذا غريبان ولا ديروه في في ديك لاباري اللي قلت لكم ديال ديال بانيني حتى هو كيجي بها زوين ومع التفاح الواحد كيما شفتوا بحال هاد الشكل هذا غادي تكون هذه انا عندي اول وجبه في حدود ديك الحداش 11 ونص ومن بعد غادي نصايب عشيوه زوينه خفيفه ودغيه تتصايب البنات وما فيهاش مقادير كثيره غادي نديرو الروز آه بالدجاج ولكن الروز يعني فيه الخضر وكيجي زوين بزاف بالنسبه لهاد الاكله هادي كنحتاجو كميه ديال الدجاج تقدروا تستعملوا اما الرجيلات بحال هاد الشكل هذا اولا ديروا دجاج يعني مقطع طريفات صغار هنا تقريبا درت معاهم واحد ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون غادي ندير شويه ديال الملحه شويه ديال سكينجبير البزار والكركمه هادو هما البزار اللي غادي ندير من بعد غادي نزيد شويه ديال القرفه عندي هنا البصله المجمده انايا درت والفلفله الوان تقدروا ديروا القياس ديال البصله وحده ونص فلفله من الحاجه وكما شفتوا زدت واحد نص معلقه ديال القرفه باش كتعطيها مذاق زوين بزاف صافي غادي نخليهم يتشحروا راه ما غاديش تحرق البزار لانها الفلفله كانت سورجولي والبصله حتى هي هنا غادي ناخذ الرز البسمتي من النوعيه الجيده اللي يكون انا يا جربته بالرز الكامل ولكن ولادي ما كيبغيوليش داك الرز الكامل كيجيهم قاسح المهم مره مره كنعطيهم هذا الرز البيض انا غسلته ثلاثه د المرات وغادي نخليه مرطب في الماء ضروري ما تغسلوه غسلوه, غسلوه مزيان ثلاثه د المرات رطبوه في الماء وخليوه الوقيته لي يتشحر الدجاج غادي يزيد عليه الكميه الكافيه اللي يطيب فيها الدجاج تقريبا غيتغطى تغطي لكم الدجاج صافي خليه حتى يطيب على خاطرو الدجاج راه دغيا كيطيب اكثريه هذا راه ماشي بلدي دجاج عادي راه ما كياخذش منكم وقت يعني هذه الاكله راه في قل من ساعات توجد لكم هنا راني زيد واحد شويش تقريبا هذه المعلقه هذه ديال القهوه يعني نص معلقه صغيره ديال المطيشه ديال ديال الحك وغادي نخليه يطيب كما كتشوفوا هنايا صافي هو طاب الدجاج وديك لاصوص حتى هي راهي وكحات غادي نحيد دوك دي الطريفات ديال الدجاج غنديرهم في صينيه غادي ندهنهم وندخلهم الفران كيتحمروا فهاد لاصوص هادي شنو غادي نزيد غادي نزيد هنا عندي علبه ديال الحمص آه لي مر يعني علبه نتوما الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا الحمص مسلوق من قبل وغادي نزيد تقريبا هنا عندي واحد الحفنه ديال الزبيب اللي حتى هو مغسول منقي ومغسول غادي نزيدهم في هاد لاصوص نحرك صدقوني كتجي زوينه داك المالح والحلو كيجي كي كيحمق وغادي نزيد الكميه ديال الرز اللي كانت مرق... مرقده في الماء غادي نزيدوها ودابا غادي نحركو الرز نحركوه مزيان غادي نزيدو له الكميه اللي يطيب فيها الكميه ديال الماء اللي يطيب فيها الرز كل نوعيه ديال الرز غتشوفوا في العلبه شحال خصكم ما نقدرش نقول لكم ولكن دائما كيكون كي الا كان كاس ديال الرز كيكون كي زوج كيسان ديال الماء المهم على حسب النوعيه نتوما غادي تشوفوا النوعيه ديال الرز اللي عندكم صافي دابا ما غاديش نحركو غادي نزيد عليه الماء الكافي اللي غادي يطيب لي فيه الرز وغادي نخليه ما نحركوش غادي نخليه يطيب بحال هكا حتى كينشف مزيان هانتوما غادي نوري لكم غادي تشوفوا كيفاش كيجي كي كيجي بحال هكا ناشف ما فيهش الماء نهائيا المهم كما قلت لكم شوفوا نتوما في العلبه شحال خص ديال الماء ومن بعد منين يطيب تشوفوا بانه طاب طفيو عليه النار وخليوه أه حيدوا له الغلاقه وخليوه كينشف كي كينشف بوحدو صراحه كيجي زوين كيجي مفرز راه كتجي الحبه مفرزه على اختها انا فضلت ندير تقديم في هذا المول اللي شاركت معكم البارح فيه الكيكه اللي نتمنى انكم تبارطاجيوها ونتمنى انها تكون عجبتكم لانها فعلا الكيكه سهله وبسيطه أه فوالا تقدروا ديروا التقديم غير هكاك عشوائي تحطوا الروز وتحطوا فوق منه الدجاج أه انا كيعجبني دائما نستف المهم درت هنايا الرجيلات ديال ديال الدجاج اللي حمرتهم في الفران انا هنا درت لهم غير شويه ديال الزبده ودخلتهم كيتحمروا الوقيته اللي كان الرز كيطيب دخلت الرجيلات كيتحمروا يعني ما كياخذوش وقت طويل الرز خدا مني تقريبا واحد 8 ديال الدقائق خليته جوج دقائق حيدت له المغلقة صافي عشرة ديال الدقائق يكون الدجاج تحمر الروز يكون طاب هكا كتقدموه نتوما على شهوتكم وعلى ذوقكم كيف ما بغيتو يعني اكله سهله سريعه مغذيه ودغيا تتصايب كنحيروا شحال من مره شنو نديروا الماكله يعني انا كنحاول نعطيكم افكار كنشارككم الافكار اللي كندير انايا كيمكن نسهل عليكم الماموريه ديال بعض المرات انا راسي راه كنتلف كان ولكن يعني هكا باش نشارك معكم باش تعرفوا بانه تقدروا الصيام تقطع تاكلوا من كل شيء غير آه، قال كل شيء زاد عن حد انقلب الى ضده ما نكتروش وما نحرموش راسنا ناكلو من كل شيء ولكن بكميه معقوله هنا كما شفتوا دزت فوق منو ديك رقائق ديال اللوز اللي دهنتهم شويه ديال الزيت ودخلتهم كيتحمروا في الفران هذا اختياري بغيتو تزينو باللوز عادي بغيتو غير هكاك آه كاين اللي كيزيد البيض مع هاد كل واحد كيدير انا هذه هي الاكله اللي زعما كنديرها كتجي زوينه داك الزبيب حلو والملوحيه ديال الرز كتجي واحد المذاق غزال بزاف بالنسبه لي انا الوجبه اللي كانت ثانيه وغادي تكون الاخيره لان ما غاديش ناخذها النار لا فاكهه ولا حتى حاجه هذا كان مشبع غادي تشوفوا الكميه اللي خديت انا مشبع بزاف بزاف الصراحه جربوا بعدا الطبق غادي يعجبكم وغادي يعجب حتى وليداتكم فيه الحمص وفيه الزبيب غادي يعجبهم المهم الا كان ولادكم كيعجبهم الحمص غادي اكيد ما غاديش يقول لكم ماشي زوين صافي وبالنسبه لي انا كما قلت لكم انا خديت اربعه ديال المعالق ديال الرز تقريبا غادي يجون فيه شحال ثلاثه الحبيبات ديال الزبيب ولا شي حبيبات ديال الحمص ما فيها باس و جوج ديال الرجيلات نتوما بالنسبه للرجيلات تقدروا تاخذوا حتى ثلاثه ماشي مشكل وبطبيعه الحال ترافقوه بسلطه اللي تكون مختياركم مهم انني انا ما كندير فيها لا زيت لا ملحه هذه لا حاجه خديتها بحال هذا الشكل هذا كليتها ما درت فيها والو صافي كانوا هادو هما الاطباق ديال هاد النهار اللي خديتهم في صيام متقطع مع الوصفات بجوج نتمنى انهم يعجبوكم لا الوصفه اللي قلت لكم دايره حاله تيك توك هادي أه صراحه جربوها زوينه والوليدات تعجبهم وحاولوا ديروها بهذا الشكل هذا فيها شلاضه وداك يعني تكون صحيه واخا داك الشكل اللي بغاو تكون صحيه والوجبه الثانيه والاخيره اللي كانت على هذا الشكل هذا نتمنى انكم تكونوا خديتوا افكار ونتمنى الواج... الوصفات ديال هاد النهار يكونوا عجبوكم ما بلايك على زوين بارطاجيو الفيديو بخلي غنقول لكم تهلاو فريوزكم تهلاو صحتكم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله مع السلامه